السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. تتقاسم عدد من مراكز النفوذ الوظيفة العامة، ويتصرف البعض في التعيينات دون اعتبار لمعايير الاستحقاق القانوني والوظيفي. استغلال للنفوذ وتجريف للوظيفة العامة يتمثل في استحواذ سلبي بمعايير عائلية أو مناطقية أو قبلية تتجاوز قوانين الدولة. وسط هذه الأوضاع تبرز مسألة توظيف الأقارب من الدرجة الأولى بشكل لافت وفي مناصب قيادية عليا وفقا لمصالح المسؤولين الخاصة. استنزاف للأموال والوظائف، فعلى سبيل المثال يتقاضى محافظ البنك المركزي في الشهر الواحد ما يقارب 15 مليون ريال، بما يوازي رواتب 300 موظف تقريبا، ويتقاضى الوزير مبلغ 4 ملايين، فيما يتسلم وكيل الوزارة ما لا يقل عن 2.5 مليون ريال. تأتي هذه الأرقام والإحصاءات في الوقت الذي يعاني فيه مئات الآلاف من الموظفين من انقطاع الرواتب وسط أوضاع معيشية صعبة. الجدير بالإشارة أن هذه المبالغ التي يتسلمها مثل هؤلاء المسؤولين تأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة ميزانية تقشفية مطلع العام الجاري نظرا لشحة الموارد المالية. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش غياب معايير الاستحقاق الوظيفي وما يجب أن يتوفر في موظفي الدولة في القطاع المدني والعسكري، والآثار السلبية لاستمرار هذا الفساد الوظيفي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من كوالالمبور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل علي، ومن اسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وارحب بالدكتور فيصل علي عبر السكايب من كوالالمبور. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الورد، اهلا اخي بشير. مرحبا بك دكتور. في البدايه، كيف تتابع ظاهره التقاسم الوظيفي والمحاصصه في الوظيفه العامه؟ هي ظاهره مزعجه، بدات مع انتقال السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الرئيس الحالي عبد الرب منصور هادي. بدأت يعني قصة التقاسم المزعجة هذه، المحاصصة التي غيبت الكوادر وغيبت القانون وغيبت الاستحقاقات الوطنية في تلك المرحلة وفي المراحل التي لحقتها، كان لها تأثير سلبي على يعني على الوضع في البلد. الناس متذمرين، يعني لا أحد يقبل أن يتم هذا الفساد وهذه المحاصصة في هذا الظرف، خاصة في هذا الظرف بعد الانقلاب المزعوم. الناس ينظرون إلى كل هذا التقاسم والمحاصصة والتعيينات بدون الرجوع إلى القانون على أساس أنها نوع من انواع الفساد، وان الجهات المعنيه لا تهتم بالمواطن المسكين ولا تهتم بقضايا الناس الذين يتضورون جوعا مع انقطاع المرتبات وانقطاع الطرق والحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي وفرضته دول تحالف على الشعب اليمني. كان هذا العبث يعني بدايه لمرحلة سيئة يعاني شعب ما زال يعاني منها، وهناك قصور وهناك خلل في التوظيف لأول مرة منذ قيام الوحدة. على أقل تقدير يتم تعيين الناس وظائف عليا دون أن يكونوا قد مروا بمراحل الوظيفة العامة، ليس يعني بدون وظيفه ويعني ويوظف بدرجه وكيل وبدرجه وزير وبدرجه سفير. في العهد السابق مع كل مساوئه كان هناك يعني تدرج في الوظيفه العامه، يتدرج الموظف من مختص الى مدير قسم الى مدير اداره وهكذا في السلم الوظيفي الى ان يصل الى وكيل مدير عام ووكيل ربما بعض الامر يصل الى وزير. لكن في هذه المرحله هناك عبث لا طاق، لم يسمع قبل هذه المرحله
أن يؤتى بالطرطور ويعين سفير، والطرطور ويعين وزير، والطرطور ويعين وكيل. هذا ضد الشعب اليمني، ضد ما يمر به الناس من حصار وجوع ومشكلات كبيرة. يجب أن يكون الشارع، وأن تكون يعني وأن يكون صوت المعركة اليوم هو الأقوى وهو الأرفع. نعم دكتور، أما ليس المغنم نعم دكتور فيصل، مستقبل الوظيفة العامة في ظل يعني الميليشيا الانقلابية تعمل على إحلال وظيفي واستبدال ربما لمعظم المراكز الهامة والسيادية، سواء في مؤسسات الدولة الأمنية أو العسكرية أو حتى المدنية. في المقابل أيضا في الحكومة الشرعية نرى هذه الكم الكبير من التعيينات في ظل الوضع البائس. إذا مستقبل الوظيفة العامة بالنسبة لليمنيين وحق اليمنيين الكفاءات، من يفترض أن يكون في هذه المناصب؟ يا سيدي الكريم، بادئ ذي بدء، علينا أن نتذكر أن الانقلاب كله فساد، وكل ما يقوم به فساد لا وغير مقبول منهم هذه الوظائف. هم يتصرفون خارج نطاق الشرعية وخارج نطاق الدولة وخارج نطاق سلطات منحها، يعني لم يمنحوا سلطة من الشعب اليمني، مغتصبين للحق العام، وكل ما يفعلونه عبث، وكل ما يفعلونه فساد. ولا يجب أن نناقش الفعل الصغير في إطار الجرم الكبير الذي قاموا به على الدولة وعلى الوطن وعلى الأمة اليمنية. ما يهمنا هو تقييم الشرعية وتقييم السلطة الرسمية التي نحن ننتمي لها، أو هي تنتمي لنا، تنتمي لهذا الشعب. نحن لسنا سلطة، وإن بعض الأداء في بعض المراحل وفي بعض المواضع وفي بعض المواقف فإنما للتقييم ولتصحيح الأوضاع، وحتى لا تنفلت الأمور ولا يزيد الفساد. نعم طيب دكتور، ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من اسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أستاذ حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك، شكرا للاستضافة. أهلا بك. في البداية يعني من ناحية اقتصادية، كمية التعيينات الكبيرة الآن في ظل الظروف الصعبة، إلى أي مدى تستنزف الخزينة العامة؟ في حقيقة الأمر في ظل الظروف الحالية وظروف الحرب، ربما المقاييس العادية والحديث عن الوظائف وقانون الوظائف والأجور وإلى آخره، ربما نتفهم بأن هناك ضرورة أحياناً ربما تراها القيادة السياسية للبلد في توظيف أشخاص معينين في وظائف معينة، وخاصة في السلك العسكري أو حتى مثلاً من أطراف محاربة ما. وهذا الأمر أيضاً كرد مقابل لما يصنعه المال في الجهة المقابلة في الحرب. لكن بشكل عام الحقيقة هناك تضخم كبير في الوظائف في ظل هذه الحرب أيضا. يعني مثلا تجد أن هناك محافظات ما تزال تحت سيطرة الحوثيين، وفي نفس الوقت لديها محافظ ولديها وكلاء ومستشارين ويعني أجهزة ربما تكون متكاملة، وهم في حقيقة الأمر لا يقومون بأي مهام، المهام تكاد تكون صفرية. وبالتالي هذا التضخم الكبير من جهة يمثل عبء كبير على الدولة في الوضع الحالي، وهو وضع غير مستقر، موارد ضعيفة، في مقابل يعني ربما لا شيء، يعني المقابل ربما يكون يكاد يكون صفرا أحيانا لبعض القيادات أو لبعض المناطق. هذا من جهة. من جهة أخرى ليس فقط يعني أنه لا يوجد، يعني أن الفترة هذه التي تم فيها التعيين ليست محدودة الأجل، وإنما هذه التعيينات ستستمر إلى المستقبل. وبالتالي فإن هناك تشوه في الجهاز المدني بشكل عام، وحتى أيضا أحيانا يكون في الجهاز العسكري، ولكن نتحدث عن الجهاز المدني. في المستقبل القريب ربما يكون هناك تكدس كبير جدا لهؤلاء الأشخاص في الوظائف العامة، مع نقص كبير في الخبرات، وربما حتى أيضا في العمل الحكومي، يعني دون خبرة تامة أحيانا. وبالتالي هذا التكدس سيؤثر على الإنتاجية بشكل عام، سيكون الأداء ضعيف جدا، وستتحمل الحكومة تكاليف عالية جدا في ظل تضخم كان أصلا تضخما واسعا وكبيرا في المناصب الحكومية، بحيث أن هناك بطالة نسميها مقنعة. يعني تجد في مؤسسة معينة ممكن أن يديرها مثلا 500 شخص، فتجد فيها أحيانا إلى 4000 شخص، مثل مثلا شركة الطيران، لمن يلي الطيران، مثل هذه المؤسسات تكاد تكون تفلت بسبب العامل البشري الكبير المتكدس داخل هذه المؤسسات. وطبعا هذا الأمر ربما يكون معروف في اليمن منذ فترة،
أن لا يوجد آلية محددة، وأن محاولات الإصلاح الوظيفي والتي استمرت فترة طويلة والحقيقة ربما بدأت من التسعينات انصدمت في الواقع بعوائق كثيرة، وأنه لا توجد نية لإصلاح الخدمة المدنية. الخدمة المدنية تعتبر أكبر يعني منفذ تتسرب من خلاله نفقات الدولة. نعم. طيب. وهذا الحقيقة مشكلة ما تزال قائمة حتى الآن، ولا توجد بوادر للتصحيح. نعم. حتى الآن. طيب إذا تحدثنا عن أرقام رواتب هؤلاء سواء كانوا وزراء أو وكلاء وزراء أو مدراء عموم أو ما شابه ذلك، يعني إلى أي مدى هذه الأرقام هي ستنعكس سلبا على يعني رواتب الموظفين العاديين الذين مر على ربما عامان ولم يستلموا أي رواتب، وأيضا في بعض المناطق 3 أعوام منذ بداية الحرب؟ نعم هذه نقطة مهمة، وأيضا أضف إليها أن الكثير من هؤلاء الموظفين وخاصة في كبار المناطق غير متواجدين في الداخل اليمني ويستلمون مرتباتهم بالعملة الصعبة، وهذا في حقيقة الأمر يعني تشويه أيضا للاقتصاد وأيضا تسريب للعملات الصعبة إلى الخارج مقابل أداء صفري. كان يجب كنا نتمنى في حقيقة الأمر أن يتم لملمة موضوع الخدمة المدنية، وقد كنا تفاعلنا في إطلاق موازنة عامة للدولة، ولكن يبدو أنها انتهت وانتهى الحديث عنها، بحيث كان نستطيع من خلال هذه الموازنة أن نعرف كم الأموال التي تذهب إلى المرتبات والأجور، وأيضا من الذي يستحقها، ما هي الجهات التي تحصل على هذه الأموال ومقابل ماذا. ربما الآن تجد أن هناك مؤسسات أو جهات معينة أداءها ربما يكون صفري وبالمقابل تستحوذ على أكبر قدر من الأموال، وأيضا هناك مبالغ ربما تكون خيالية باسم بدلات وإلى آخره، يعني مطالبة بتنفيذ القانون، قانون الأجور، وأيضا أن تبقى هذه الوظائف ضمن القانون شيء مهم، بحيث أنه لا تصبح المرتبات تعطى وفقا لأهواء المسؤولين الحكوميين وإنما وفقا للقانون، وهذه هناك مراتب الحقيقة للوظيفة العامة تقريبا 6 أو 7 مراتب، وأيضا هناك أيضا حدود كيف تم يعني حدود للبدلات ولطبيعة العمل، بدلات طبيعة العمل وإلى آخره من بدلات وحوافز هناك القانون ينظمها الحقيقة، ولكن هل يتم تنفيذ هذا الأمر؟ لا يتم تنفيذه مع الأسف، وهذا ينعكس سلبا ليس فقط على بقية الموظفين وإنما على كل العمل الحكومي، لأن الأموال أو الإيرادات العامة تذهب كمرتبات وأجور ولا تبقى بيد الدولة أموال لصناعة تغيير على أرض الواقع في مجال إعادة الإعمار أو في مجال تحسين الخدمات والإنفاق على الخدمات والمشاريع المختلفة. في هذه الفترة ربما لا نطلب من الحكومة أن تقوم باستثمارات حكومية وإن كانت مطلوب أن تقوم بها الحقيقة جدا، ولكن أيضا تغطية الحد الأدنى من الأجور للمواطنين الذين يكادون يموتون جوعا وبعضهم في مناطق محررة، ليسوا فقط في مناطق النفوذ الحوثي وإنما في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة ومحرومين من مرتباتهم وليس هناك قدرة حكومية لتوفير المرتبات لديهم، ربما لا توجد حتى آلية ولا توجد حتى إحصائية معينة أو آلية تم ضبطها لهذا الموضوع، وهذا مع الأسف كما قلت لك لأن هناك مؤسسات تعمل ونحن نعرف أنه ربما هناك قصور وأن البلد في حالة حرب وأن المؤسسات لا تقوم بعملها بطاقتها القصوى، ولكننا نطالب بحد أدنى من العمل بحيث يكون هناك تنظيم واضح للدولة، تنظيم واضح لهذه المؤسسات. تجد في بعض الوزارات التي لا عمل لها أصلا ربما تجد إلى 30 وكيل، أيضا 30 وكيل في محافظة معينة وهي تخضع لسلطات الحوثيين. بعض المؤسسات الحكومية متوقفة عن الإنتاج، لا توجد مبانيها، ربما تكون مخربة ومتوقفة. نحن لا نقول بأن الحكومة لا تمنح هؤلاء الرواتب لأنه في النهاية الموظف ليس مشكلته أن يتم توقيف مؤسسته، ولكن على الأقل أن يكون هناك ترشيد المال العام. ما نطالبه هو ترشيد المال العام وترشيد الحكم، وترشيد المال العام هو الخطوة الأساسية لترشيد الحكم وبناء حكم رشيد. نعم. طيب ابقى معي أستاذ حسام وأيضا الدكتور فيصل، سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة آراء بعض المواطنين عن الوظيفة العامة وعن معايير الاستحقاق الوظيفي. نتابع هذا الاستطلاع ومن ثم نعود. معلوم أن اليمن تمر بمرحلة صعبة يستدعي أن تكون القرارات الجمهورية أو القرارات الوظيفية الإدارية على مستوى المحافظات أن تكون قرارات تختار بعناية شديدة حتى لا يتم إهدار المال العام، هذا أولا. بالنسبة للتعيينات الإدارية يتم تعيين، هناك تعيين منطقي لقادة عسكريين وكذلك لموظفين حكوميين كثر، لكن للأسف الآن يتم التعيين حسب المنطقة
المناطق الجغرافية وحسب الانتماءات الحزبية، كذلك يتم التعيين حسب المناطقية أو القرابة من هؤلاء الأشخاص. هذا أكثر أو هذه أكثر التعيينات تتم بهذا الشكل. للأسف نحن في مرحلة تستدعي أن تكون القرارات صائبة، تستدعي أن يختاروا أشخاص أكثر حنكة، ونحن خاصة في هذه المرحلة. برأيي معظم التعيينات سواء في القطاع المدني أو في القطاع العسكري لا توجد هناك أي معايير لهذه التعيينات. الوساطة هي المعيار الرئيسي لهذا، أن نجد أبناء الوزراء، إخوانهم، أقاربهم، من يحصلون على هذه التعيينات في الشرعية. أيضا نجد هناك مغتربين كانوا يعني في الرياض طالبين الله، الآن أصبحوا وكلاء وزارات ووكلاء محافظات. لا توجد هناك أي معايير حقيقية للتعيين، وهذا من أبرز الأخطاء لدى الشرعية خاصة في هذا الوقت، ونحن نعيش مرحلة حرب ضد ميليشيا الحوثي. التعيينات الوظيفية في الحكومة الشرعية كلها وساطات ومحسوبيات بدون أي معايير بدون أي مقاسات، فتظل الشرعية هنا محصورة كامل في التعيينات حسب الوساطة، حسب الولاءات، حسب الأشخاص، حسب الانتماءات، فلا توجد هناك أي مقاييس أو معايير حسب المؤهلات الوظيفية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود إلى كوالالمبور مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، يتساءل الكثير من اليمنيين يعني لماذا كل هذا الكم الكبير من التعيينات سواء مستشارين أو وكلاء أو مدراء عموم أو في السلك الدبلوماسي كملحقين، يعني هذا الكم الكبير في وقت ليس لهم أي أعمال، لماذا برأيك؟ يا صديقي العزيز، هناك يعني تضخم كبير في التعيينات في السلك الدبلوماسي أو في المناصب العليا في الدولة، وكلاء وزارات ومستشارين وما شابه. هذه المشكلة يعني مرتبطة بالترضيات لبعض الأحزاب وبعض المناطق وبعض الجهات الضاغطة. هناك فساد، هناك أيضا كما يقال بيع للوظيفة العامة. تحدث الكثير عن هذا الأمر، ملفات الفساد تجمع من قبل جهات حقوقية وجهات قانونية. لن يمر هذا الأمر بسهولة. كل ما قاموا به إلى الآن هو عبث وتنغيص لحياة المواطنين. المواطن اليمني اليوم يبحث عن لقمة، وهؤلاء يبحثون عن مناصب ولا يقوم بأداء مهامهم. هنا يعني في بعض السفارات في عهد النظام الذي خرجنا عليه في 2011 كان عدد الموظفين لا يزيدون عن 5. اليوم السفارات بالعشرينات والثلاثينات من الدبلوماسيين والوظائف الدبلوماسية. هذا العبث إلى أين؟ السفارة اليمنية في ألمانيا لا يوجد كراسي للموظفين، تم أعمال الموظفين، فلان يأتي يوم أحد وفلان يوم الاثنين وفلان يوم الثلاثاء، وهكذا يقسموا على أيام الأسبوع على حسب الكراسي. لا يوجد أعمال لا على المستوى الدبلوماسي حقيقية توازي هذه الوظائف، ولا يوجد عمل مدني لكل هؤلاء الوكلاء ولكل هؤلاء المستشارين. يريد يعني تسوية أوضاع البعض حقيقة للظروف، يضاعهم ويدفعوا لهم ما شاءوا بعيدا عن الوظيفة العامة. نعم. فليتوفر لهم ضمان اجتماعي أو مساعدات أو ما شابه، لكن الوظيفة العامة في هذا الظرف يجب تفشيتها، وكان يعني يجب تقليل حتى عدد الوزارات، 6 وزارات ويعني حكومة أقرب إلى الحربية منها إلى المدنية، وسلطة ممسكة بالقطاعات العسكرية بقوة للدفع نحو التحرير وتحقيق الانتصارات. لا نريد أن نقتصر في جانب الوظيفة العامة على المواطن المسكين وعلى على على حساب هذا الشعب. نريد انتصارات حقيقية سواء في إعادة الإعمار وفي تقديم الخدمات في المناطق المحررة. لماذا الآن لا يعود كل هؤلاء المستشارين والوكلاء والقائد الوظيفي إلى الداخل؟ سمعت نعم في السلطة أنهم سيتم إعادتهم إلى داخل هؤلاء الوكلاء،
وسيتم تسقيط المرتبات للريال اليمني. واؤكد لك ان هذه الخطه ستجعل الكثير منهم يبتعدون عن هذه الوظائف، لانهم لا يريدون خدمه الوطن حقيقه، وانما يريدون المبالغ التي 5000 دولار تصرف للوكلاء، يعني يبحثون عن هذه المبالغ ولا يبحثون عن خدمه وطن. هناك الان من يريد خدمه وطنه نتيجه لما يمر به الوطن من ظروف سيئه. نعم. لماذا لا تتاح الفرصه لمن يريد الخدمه ولا يريد اخذ المال واغتنام المكاسب حتى يعني يستفيد الشخص ويخسر الشعب ويخسر المواطن اليمني امام هذا المفهوم الهائل بالوظيفه العامه بدون انتاج حقيقي وبدون عمل حقيقي. نعم. طيب دكتور، من يتحمل المسؤولية عن هذا الفساد الحاصل، ومن المسؤول أيضا عن محاسبتهم؟ المسؤول عن محاسبتهم هو الشعب بدون استثناء. المسؤول عن هذا التضخم هي الشرعية، السلطة الشرعية، والسلطة الشرعية تقوم بالتعيينات بدون الرجوع إلى مستشاري الرئيس وبدون الرجوع إلى يعني مكونات الشرعية، وإنما يتم التعيين فوقي من قبل يعني اولاد الرئيس هادي جلال واخوانه، يقومون بالتعيينات وبالتسويات. ايضا بعض الجهات الضاغطه والجهات التي لديها نفوذ تحاول فرض هذه الوظائف. الحكومه بريئه الى حد ما من هذا العبث، لكنها بالنهايه ترضخ لسياسه الامر الواقع. هذه السلطة يجب أن لا تكون مطلقة، لا بيد شرعية ولا بيد غيرها، يجب أن يكون هناك مشاورات ومراجعات وتقويم وتقييم لأداء الشرعية وللتعيينات حتى يتم الخروج بالبلد من هذا المأزق. نحن لا نحاسب الفساد الآن ولا نحاسب غير الفساد، وإنما نريد أن نعين الشرعية ونريد الأخذ بيدها حتى تحقق انتصارات حقيقية على مستوى إدارة الدولة مدنية في القطاعات المدنية والقطاعات العسكرية. يا نعم. سيدي الكريم، اليوم هناك رشوات وهناك عبث في القطاعات التابعة للشرعية، بينما القطاعات التابعة للحوثي على يعني على مستوى نقاط التفتيش هناك نوع من الانضباط. للأسف الميليشيات الحوثية أو الميليشيات الانقلابية اليوم تسيطر على يعني ورثت الدولة السابقة، بينما الشرعية التي يجب أن ترث الدولة السابقة اليوم ليس بيدها إلا الفساد، ولا تقوم إلا بكثير من الأعمال الإفسادية التي لا تدل أن هذه سلطة شرعية. على مستوى نقاط التفتيش في نقاط الشرعية يتم العبث مع المواطنين وأخذ الرشوات، وفي الطرف الآخر هناك نوع من الانضباط خاصة يعني مع الناس والمواطنين العاديين الذين لا يوجد لديهم شكوك معهم. هذا يعني كان من المفترض ان ترث هي الدولة والا يرث الانقلاب، لكن للاسف هذا الواقع الذي يعيشه الناس. نريد ان تساعد الحكومه في تقييم هذا الاداء وفي تقييم يعني اعمالها وفي يعني مراجعة نفسها. نحن لا نريد الإطاحة لا بشرعية ولا بحكومة، بقدر ما نريد الأخذ بأيديهم ودعمهم حتى يتحرروا من الفساد. إن نعم. نقد الحكومة ونقد السلطة الشرعية في مثل هذه الأثناء أولى من التطبيل والتضليل. الشعب اليمني اليوم لا يتحمل، والشرعية لا تتحمل، والمجتمع الدولي لا يتحمل هذا العبث، يضر بنا جميعا، ولذلك يجب أن نتحدث بكل صراحة وبكل وضوح. نعم. طيب دكتور، أعود للأستاذ حسام السعيدي. أستاذ حسام، إذا تحدثنا بلغة الأرقام، يعني مقدار ما يستلمه المستشارين والوكلاء أو الوزراء ونوابهم ومدراء عمومهم بشكل عام، وفي أيضا السلك الدبلوماسي في السفارات اليمن في الخارج، إلى يعني من ناحية أرقام، لو تم ترشيد هذه المبالغ وتم صرفها كرواتب لموظفي الدولة في الداخل، إلى أي مدى ستخدم وستحد من مشكلة انقطاع الرواتب؟ الحقيقة ربما تكون هذه المقارنة يعني صعبة، ما لأن الكثير الحقيقة من المرتبات لا نعلم عنها في الوضع الحالي. ولكن بدلا عن هذه المقارنة، ربما نطرح مقاربة أخرى، وهي
أولا أن يتم تعيين الكفاءات وأن يتم منحهم العلاوات والحوافز بناء على الإنجاز الذي يتم فعلا تحقيقه، تفعيل آلية للرقابة حقيقية، ومقابل هذه الرقابة يتم منح هذه الحوافز والبدلات. ربما لن تغطي طبعا، احنا نتحدث عن مثلا يعني خصم مرتبات لأشخاص معينين أو لسفراء أو كذا، ربما صحيح ترشيد سيحل مشكلة بقية المرتبات لكنه لن يحلها بطبيعة الحال. ولكن ما يهم في هذه النقطة بالدرجة الأساسية هو المقابل في العمل، ما الذي يقدمه هذا المسؤول أو ذاك، وهل هناك فعلا حاجة لمنح؟ لأن المشكلة في حقيقة الأمر ليست في الراتب الأساسي نفسه، ولكن في العلاوات والمبالغ ربما نستطيع نقولها كبيرة جدا يتم استلامها. هنا هي النقطة ومربط الفرس. هناك بدلات تسمى طبيعة عمل، ولا أعرف، بدل تسكين وبدل سفر وبدل يعني مسميات كثيرة جدا، وهذه هي النقطة التي ربما يثار حولها الخلاف، لأن الموضوع المرتب الأساسي في العادة هو مرتب بسيط ويخضع عادة لتصنيف الخدمة المدنية، والبوابة التي يتم من خلالها الحصول على يعني مرتبات عالية جدا هي من خلال الحوافز والبدلات. نحن ندعو هنا الحقيقة عبركم إلى تنفيذ آليتين، الأولى الكفاءة في التوظيف، وهذا الأمر يجب أن نطالب به كإعلام وكمختصين في المجال الاقتصادي وغيره، بحيث أن الرجل الكفء والمناسب سيقدم عملا مناسبا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، بحيث هذه البدلات وهذه الحوافز تذهب في المكان الصحيح، تذهب مقابل عمل ملموس ومحسوس يحسه سواء المواطن أو حتى على صعيد خدمة الدولة وتوجهها السياسي خلال هذه الفترة. هذا ما نريد أن نطرحه كمقارنة. في النهاية ربما الأرقام لا تتوفر لدي أرقام كافية، لأنه كما قلت لك لا توجد موازنة عامة، ولكن الموازنة التي كان تم طرحها أعلن عنها رئيس الوزراء قبل فترة طويلة يعني كانت كما نلاحظ أنها متجهة للجانب الإنفاقي، ويشغل المرتبات فيها حيزا كبيرا جدا إلى جانب النفقات على الكهرباء مثلا. نعم، بطبيعة الحال هذا مؤشر على أن هناك خلل، لكن هذا الخلل لا يمكن حله الآن بسهولة، لأن هذا الخلل هو في حقيقة الأمر قادم من السنوات السابقة ومن عهد النظام السابق يعني. طيب أستاذ حسام، نعم أستاذ حسام، إذا تحدثنا مثلا لو كنت لديك يعني اطلاع أو معرفة بمقدار يعني المبالغ التي تصرف كرواتب لموظفي الدولة في العام الواحد، كما تعلم الآن ربما ثلاثة أعوام معظم موظفي الدولة إلا ما ندر في المحافظات المحررة الذين يتقاضون رواتبهم، كل تلك المبالغ تنصلت الدولة منها، يعني لماذا على الأقل ما توفر الدولة الرواتب بانتظام للمناطق المحررة كموظفين؟ كما تعلم ربما لو أخذنا تعز نموذجا هناك العديد من الموظفين بلا رواتب، أيضا لو نظرنا إلى المقاتلين في جبهات القتال مرة يعني أكثر من يعني 6 إلى 7 أشهر هم بدون رواتب، إذن أين تكمن المشكلة؟ صحيح أن الرواتب أو يعني بشكل عام النفقات الجارية على المرتبات والأجور نفقات كبيرة جدا، يعني ربما كانت تقترب من 700 مليار في العام، ولديك أكثر من 500 ألف أو في هذا الرقم في هذه الحدود من موظف مدني ناهيك عن الجانب العسكري، وهناك أيضا الموظفين في الدرجات العليا في الدولة بمبالغ مهولة يعني كبيرة جدا. لكن الفكرة الآن بالنسبة للمرتبات بشكل عام هي يعني هناك مشكلتين، المشكلة الأساسية وهي المشكلة الأولى ربما أن الدولة لا تمتلك موارد مستمرة ومنتظمة، بحيث أنه يحاولوا تجميع ما وصل إليهم من مبالغ أو موارد وتغطية بها جهات معينة، معنى أنه لا توجد آلية محددة ومنتظمة لتحصيل الإيرادات وبالتالي سد النفقات. هذه النقطة الأولى. الثانية أيضا هناك خلل كبير في آلية احتساب هذه المرتبات وكيفية توصيلها أيضا للموظفين، وهناك ربما سبب ثالث هو سبب سياسي أحيانا يعني خاصة للمناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين. نعم. عفوا التي تخضع لسيطرة الحوثيين. لكن نعم. في نهاية الأمر النقطة الأساسية هي مشكلة الموارد في الدولة الحقيقة. نعم. مقدار الموارد والضرائب أستاذ حسام، إذا تحدثنا عن دخل الدولة الآن وإيرادات الدولة من النفط من المنافذ من الموانئ، يعني ألا يعني لو استغلت بطريقة مناسبة ألا تكفي لصرف رواتب الموظفين بانتظام، لا سيما وأن ربما كل إيرادات الوزارات يعني في الوقت الراهن لا يعني لا يستفاد منها في شيء، لماذا لا تحول على الأقل لرواتب الموظفين فقط في هذا البند؟ نعم، ليس هذا فقط، في المناطق المحررة أنا
أجزم بأن المرتبات أو الإيرادات التي تستلمها الحكومة كافية لتغطية الموظفين، لأن الكتلة البشرية الحقيقة هي موجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. هذا الأمر ربما يكون معروف، وبالتالي الحكومة تنصلها من دفع المرتبات في المناطق الخاضعة على سيطرتها هو ناتج عن خلل في الأداء الحكومي وليس للموارد نفسها. لكن كما قلت لك، المشكلة في تجميع هذه الموارد وتحصيلها ومن ثم توجيهها في الإطار الصحيح. يعني هناك أيضا ما يشبه العشوائية، وربما هي المرحلة تحكم. مثلا تحصل مشكلة في، نعرف مثلا الكهرباء في عدن بحكم أنها موسمية الآن مع موسم ارتفاع درجة الحرارة والآخرة في الصيف، تلجأ الحكومة إلى تسليط أو إلى تحويل الموارد التي كانت مخصصة أحيانا في جانب إنفاق مرتبات إلى جانب تغطية الوقود للكهرباء. وهكذا العملية هي سد فجوات، وبالتالي لا يوجد آلية منتظمة لدفع المرتبات، وهذا هو السبب الذي يؤدي إلى عدم انتظام سد المرتبات، لأنه لا توجد موازنة محددة أو دقيقة يتم من خلالها تسليم المرتبات واحتساب فعلا العدد الذي يجب أن يتم تسليمه. إضافة إلى ذلك، هناك يعني وهذا أمر نشير إليه باب الإنصاف، أن هناك أيضا موظفين نازحين يذهبون إلى عدن من أبناء المناطق التي تخضع للسيطرة الحوثية وبالفعل يستلمون على مرتبات، وأنا لدي اطلاع ربما حتى بشكل شخصي على بعض الحالات. وهذا الأمر محسوب للحكومة ونشكرهم عليه، ولكن لا نستطيع أن نقول بأن الأمر يقوم على أساس آلية منتظمة، وإنما ربما يكون أحيانا بموجب المعرفة الشخصية أو بموجب توجيه من الوزير الفلاني وهكذا، لا توجد آلية منتظمة. هذه هي الإشكالية التي تتحدى من هذه أو التي تخلق أو تعزز من هذه المشكلة. طيب، ابقى معي أستاذ حسام. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن نتابع هذه المادة التي أعدها الزميل وديع عطا عن ظاهرة المحاصصة الوظيفية وفساد التعيينات في الوظيفة العامة، نتابع ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدي الكرام. إذن ربما المادة التي عرضت كانت خاصة في المعايير التي على ضوءها يتم توظيف أو تعيين في سواء وكلاء أو مدراء عموم أو وزراء في الوزارة والمناصب التي يشغلونها. وإذن أعود إلى كوالالمبور مع الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل علي، كما سمعت وتعلم ويعلم الكثير، الحكومة صرحت قبل فترة بأنها أوقفت جميع التعيينات في مؤسسات الدولة سواء المحلية أو على المستوى السلك الدبلوماسي، لكن نرى بين الحين والآخر قرارات تصدر من هنا وقرارات تصدر من هناك. لماذا برأيك لا تلتزم على الأقل بما تصرح؟ يا سيدي الكريم، الحكومة مظلومة عندما نقول أن الحكومة تعين. الحكومة لا تعين في المناصب العليا ولا في السفارات. من الذي بيعين؟ من يعين هي السلطة الشرعية. عبد الرب منصور هادي تارك الحبل على الغارب لأولاده، هم الذين يعينون. أحمد العيسي وجلال وناصر منصور هادي، لنكون صريحين وواضحين. لماذا يعني لا يتم التعيين بهذه الطريقة؟ أين مكونات الشرعية لتتحدث؟ لماذا تسكت الأحزاب؟ لماذا يسكت النشطاء؟ لماذا يسكت الكثير من الناس؟ لأن فلان يريد وظيفة وفلان منتظر وظيفة وآخر موعود بوظيفة عامة، ولذلك الكثير يسكتون. يا أخي الكريم ويا جمهورنا العزيز ويا شعبنا الكريم، ما يجري اليوم هو عبث يجب أن يتوقف. هذا الفساد في التعيينات لا يخدمكم ولا يخدم الشرعية ويضعف أداء الحكومة. ماذا ستستفيد الحكومة من هذه التعيينات؟ هذه ملفات ترهق الحكومة، وزراء ونواب وزراء. هذه الوزارات لا نحتاجها. تركيا 80 مليون نسمة ولديهم حكومة مكونة من 16 يعني وزيرة. اليمن فيها تضخم في الوزراء وفي الوكلاء وفي المستشارين.
لماذا لا يتقلص عدد الوزارات وتدمج هذه الوزارات في هذه المرحلة الاستثنائية، خاصة وأن هؤلاء لا يداومون ولا يقومون بأعمال؟ لماذا يتم تعيين وكلاء للمحافظات وهم خارج هذه المحافظات؟ لماذا يتم تعيين محافظين للمحافظات وهم خارج هذه المحافظات ولا يمارسون أي دور؟ يجب أن يعني أن تتم عملية تقييم لهذا من قبل المختصين، من قبل الأكاديميين، من تجرى الدراسات المسحية والأكاديمية، ويتخذ قرار صائب حتى يتم إعانة الحكومة على أداء أمورها، ويتم إعادة الشرعية حتى تضبط هذه المسألة ولا يظل الحبل على الغارب. نعم. ايضا على الجانب الاخر دكتور فيصل، في السلك العسكري هناك يعني ارقام كبيره جدا تتحدث بان هناك يعني ربما بالالاف من لديهم ارقام وظيفيه ويستلمون رواتب في السلك العسكري وهم يعني غير موجودين وغير متواجدين، او البعض منهم فقط ياتي للتوقيع على استلام الراتب فقط. من يتحمل ايضا هذه الاشكاليه الحادثه في السلك العسكري الذي يفترض ان تكون اكثر ضبطا واكثر التزاما من بقيه يعني المؤسسات الاخرى؟ من سيضبط هذه المساله هو وزير الدفاع، وزير الدفاع غير موجود لان لديه اشكاليات، لان الوزير المعتقل فك الله اثره محمود الصبيحي يعني تم ادراجه في قرار الدوليه للافراج عنه، فلم تشأ الحكومه والسلطه الشرعيه بتعيين وزير للدفاع. وجود وزارة الدفاع، وجود يعني مسمى وزارة الدفاع لضبط هذه الأمور، هو من سيحسمها. وزارة الدفاع والداخلية يجب أن تحرر من الولاءات ومن الولاءات لغير الشرعية، ويجب أن تحرر من العصبويات ومن يعني المجاملات للقبائل وللمشايخ وللأفراد. كانت السلطة الشرعية في البداية بحاجة إلى حشد الكم الكبير من المجندين سواء في مجال الأمن أو في قطاع الجيش، لكنها اليوم يجب أن تراجع نفسها وأن تقيم أداءها في هذه المسألة. نائب رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الأمر، وهيئة شؤون الأركان أيضا يتحملون الجزء الأكبر، قادة الألوية، كل مسؤول هو يشارك في السلطة العسكرية الآن يجب أن يساهم في الحد من الفساد. كل هؤلاء القادة يتحملون المسؤولية بدون استثناء. رئيس الدولة يجب يعني أن يستمع إلى الآراء الصريحة، أن يستمع إلى الناس الذين يقولون له الحقيقة في وجهه، لا يستمع لفلان وعلان الذين يقومون بالتعيينات بدون علمه، يختم ويوقع بدون أن يكون له أدنى علم على ماذا وقع. هذه إشكالية كبيرة في إدارة الدولة، يجب أن يعني تراجع نفسها في اتخاذ الكثير من القرارات التي تضر بها بداية. احيانا يعيش فلان الناس ويكتشف مؤخرا انه مع الطرف الاخر او مع الانقلابيين الذين يريدون الانقلاب على الشرعيه او موالي للحوثيين في صنعاء. هذه اشكاليه على الشرعيه والحكومه حراسه هذه الوظيفه العامه في القطاع المدني والقطاع العسكري، لان هذه مسؤوليه امام الشعب وامام الله وامام العالم الذي يراهن على هذه السلطة في لحظة الانقلابيين. الإقليم أيضا يراهن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، يراهن على هذه الحكومة وعلى هذه السلطة الشرعية في التخفيف عن الإقليميين من الأعباء الكثيرة، ولا أحد سيتحمل أن يقاتلوا فساد أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب. نعم. طيب ابقى معي دكتور وأيضا الأستاذ حسام، سنذهب أيضا الآن نستعرض مادة أخرى تتحدث عن الفساد في الوظيفة العامة ومبدأ المحاصصة والتعيينات، نتابعها ومن ثم نعود.
حياكم الله من جديد، وأعود إلى الأستاذ حسام السعيدي في سؤال أخير. أستاذ حسام، الآن برأيك إذن النقطة الأهم التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة والشرعية بشكل عام في مسألة ترشيد التوظيف، في مسألة ترشيد الدخل الإيرادات، وعلى ضوءها ربما تنعكس إيجابيا على مستوى إيرادات الدولة؟ في تصوري أولا لابد من أول شيء وأول خطوة تفعيل إصدار الموازنة العامة وإعادة إصدارها مجددا ومناقشتها وبالتالي تنفيذها. العمل الحكومي دون وجود خطة، الموازنة هي عبارة عن خطة مالية، بدون وجود خطة عمل عشوائي مع الأسف ولا يمكن أن ينجح. الخطة أو الموازنة التي كانت تم إصدارها كانت تتضمن حقيقة إنفاق يغطي تقريبا 12 محافظة من حيث المرتبات والأجور. هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد من عودة الموظفين الذين في الخارج أو الذين يعملون من الخارج، وأن يكون ربط العمل مقابل الأداء في هذه الفترة. المؤسسات التي هي بحاجة إلى موظفين وإلى فنيين يتم رفضها بهؤلاء، والمؤسسات التي ليست بحاجة إلى ذلك يتم التوقف عن رفضها بأي موظفين، ويتم بالتالي تخفيض العلاوات التي تم صرفها بشكل كبير أيضا. آلية تحصيل الموارد وبالتالي أن تذهب إلى البنك المركزي، الآن ربما هنا خلاف كبير، يعني بعض الأقاليم أنه في حق قضية توريد المبالغ. نحن لا نقول أن يعود الأمر مركزي تماما، ولكن على الأقل يجب أن يكون للبنك المركزي لمن يدور في استقطاب الموارد بشكل كامل ثم إعادة توزيعها، بحيث تستطيع الحكومة الحقيقة أن تغطي بعض النفقات، ولا أن يكون الأمر يعني خارج سيطرة الحكومة. نعم، هذا مهم. شكرا. إضافة إلى ذلك، إذن بشكل سريع، أن الحرص على تفعيل التصدير، إعادة التصدير، والحرص على تحصيل الموارد بشكل أكبر، هذه هي النقطة الجوهرية في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام السعيدي الباحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك، وعودة أخيرة إلى الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، إذن أيضا كلمتك الأخيرة الآن التي يفترض على الجميع أن يعيها ويتنبه لها في ظل هذا يعني التجريف الكبير للوظيفة العامة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وأيضا يعني التعيينات الغير مبررة في الحكومة الشرعية في هذا الظرف الصعب. سلطة الحوثي فاسدة كلها، لا نعترف لا بتعييناتها ولا يعني بما يترتب على فسادها، هي كلها فساد وكلها جرم، وتدخل ضمن إطار الانقلاب على الدولة والشعب اليمني، وهذه مسألة أخرى. كما تحدثنا من البداية، الحكومة بحاجة إلى وقفة جادة، الشرعية بحاجة إلى وقفة جادة، مكونات الشرعية عليهم تقييم أداء الشرعية وتقليل هذا الفساد، على فخامة رئيس الجمهورية أن يبتعد عن قوى الفساد التي تجذب نحو اتخاذ القرارات السيئة. ما هي سلطة وأولاده أو سلطة صديقه العيسي أو سلطة مشايخ أبل يتخذوا مثل هذه القرارات التي تضر بالرئيس هادي وتضر بالشرعية وتضر بالحكومة؟ تقييم أداء الشرعية، التوقف عن العبث، عودة هؤلاء الكم من الموظفين، استدعاء الكم الفائض من الذين ذهبوا إلى الخارج في الوظائف الدبلوماسية للعودة إلى العمل في الخارج، في وزارة الخارجية في عدن. كل هذه يعني هذه العودة وهذه الترتيبات وترتيب الملفات الداخلية سيقلل من الفساد على المواطنين، على عفوا على الإعلاميين والحقوقيين والمتخصصين، أن يدوا بآرائهم بكل صراحة، وألا يصمتوا مجاملة لفلان أو لأحزابهم أو لقادتهم. هذه بلد حقنا وعلينا الحفاظ عليها، سواء كنا في السلطة أو خارج السلطة. نحن في مرحلة حرب ولا نريد أن نخسر جميعا، علينا تقليل الخسائر والذهاب نحو حسم المعارك واستعادة الدولة. شكرا. شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل علي، كنت معنا عبر السكايب من كوالالمبور. الشكر أيضا للباحث في الشأن الاقتصادي حسام السعيدي. ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، كنا نتمنى أن يكون معنا أحد المسؤولين في الحكومة الشرعية، وتواصلنا مع الكثير منهم، لكن للأسف الجميع اعتذر ولم يتجاوب معنا، بسبب يعني ربما لا يجدون أي إجابات على كل الأسئلة التي نطرحها، وعن هذا الكم الكبير من التعيينات في كل مؤسسات الدولة في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا طاقم العمل الزميل وديع عطا وزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.